معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان مستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان سيدة إيناس زايد. مرحبا بك. إذا مفوضية حقوق الإنسان ذكرت أن العديد من النازحين في مدينة السليمانية لا يرغبون في العودة إلى مناطقهم، هل وفرت لهم الجهات المعنية سبل العودة وهم لا يرغبون؟ يعني ما أسباب عدم رغبتهم في العودة بحسب متابعتك؟ نعم، مساء الخير. يعني لابد من عند الحديث عن ملف النازحين في العراق من ذكر الحالة المأساوية التي يعيشها النازحون في كافة المخيمات. فعليا هناك أوضاع مأساوية وإنسانية صعبة يعيشها هؤلاء النازحون، خاصة عند الحديث عن النقص الحاد في الغذاء وأيضا الأدوية والمتطلبات الصحية. هناك نقص في حليب الأطفال واللقاحات وانتشار ل العديد من الأمراض والأوبئة. يعني مثلا هناك رصد لانتشار لمرض فيروس الكبد الوبائي، وهذا الفيروس يعني مميت. لذلك أيضا لم تقتصر مشكلة النازحين فعليا على الصحة والغذاء، إنما أيضا على موضوع التعليم ونقص الوثائق التي يعاني منها الكثير من النازحين. هذه يعني الظروف المأساوية الإنسانية التي يعيشها النازحون أدت بهم إلى يعني الرفض هذه الظروف، ولكن أيضا رفض الانتقال إلى ظروف مأساوية أسوأ. لأننا عندما نتحدث عن عودة قصرية وجبرية لهؤلاء النازحين إلى مناطق لم يعد إعمارها ولم يعني تؤهل لاستقبال هؤلاء الأشخاص، هذا الأمر سينقلهم إلى وضع إنساني أسوأ. لذلك فنحن نشدد على أن أي عودة يجب أن تكون طوعية وطوعية فقط، لأن القانون الدولي الإنساني أيضا يعني شدد على هذه النقطة. هناك وزارة الهجرة أعلنت عن إعادة 347 نازح عراقي من سوريا إلى الموصل، فيما أيضا تم الإعلان عن عودة 7000 عائلة نازحة من مناطقها في صلاح الدين، ولكن هؤلاء الأشخاص لا يعرف فيما إذا كانت هذه العودة طوعية ويعني أو كانت رغما عنهم. لذلك فيجب التشديد على فكرة أن أي عودة لأي نازح يجب أن تكون عودة طوعية فقط. نعم. إلى أي مدى ينظر برأيك المجتمع الدولي إلى حجج حكومة العبادي في عدم عودة النازحين إلى مدنهم، وكيف سيؤثر ذلك في مصداقية الحكومة لدى المجتمع الدولي؟ يعني هناك غياب واضح وتقاعس من قبل الأجهزة الحكومية المعنية في مسألة النازحين، وهناك تقاعس في تقديم الخدمات ابتداء أيضا في إيصال المساعدات والإغاثات التي تقدمها المنظمات الدولية إلى هؤلاء النازحين. لابد من التشديد بأن السلطة العراقية أو الحكومة العراقية هي المسؤولة عن كافة المواطنين العراقيين داخل حدود العراق. لذلك فإن دور المنظمات الإغاثية والدولية الآن هو دور ثانوي، لأن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة العراقية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يعني أرى بأن تجنيب ملف النازحين والمدنيين لابد من تجنيبهم أي أهداف سياسية أو أي أهداف ديموغرافية على الأرض. لابد من أن يتم الحديث عن المصلحة الأولى للإنسان وعن المصلحة الأولى للنازحين ولأوضاعهم الإنسانية المأساوية في هذه المرحلة والالتفات عن أي مصلحة أخرى. من أجل ذلك يعني ما تداعيات أزمة اللجوء على العائلات النازحة صحيا ونفسيا واجتماعيا؟ تداعياتها ستكون خطيرة إن استمرت يعني الأوضاع بهذه الطريقة وبهذه الدرجة، لأنني كما ذكرت لك هناك أثر متراكم على هؤلاء النازحين. المشكلة لا تقتصر فقط على انتشار الأوبئة والأمراض المميتة، ولكن أيضا على الأمد البعيد هناك نقص أو يعني انعدام التعليم وانعدام الوثائق، وهذه الأمور ستؤدي أو ستنشئ جيلا كاملا مجهل ومغيب، وهذا الأمر سيكون له يعني عواقب وخيمة على العراق. لذلك لابد من معالجة هذه المأساة الإنسانية، لابد من التحرك السريع من قبل الحكومة وسلطاتها المحلية والتعاون أيضا مع وكالات الأمم المتحدة لاستكمال أي عودة طوعية للنازحين إلى مناطقهم، وأيضا تقديم الإغاثة العاجلة للنازحين الموجودين الآن في المخيمات. شكرا جزيلا لك سيدة إيناس زايد المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان.